في غرض تحسيس أرباب العمل بالتزاماتهم تجاه الضمان الاجتماعي المتعلقة بضرورة التصريح بالعمال واحترام آجال تسديد الاشتراكات، تلكم أهم النقاط التي تمحورت حولها الحملة الإعلامية المنظمة هذه المرة بولاية عين صالح تحت شعار الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون. هذه العملية المتمثلة في اليوم الدراسي لفائدة أرباب العمل جاءت في إطار الحملة التحسيسية، جاءت كذلك لتذكر أرباب العمل بالتزامهم بالتصريحات. هذه التصريحات لتصب في مجال المحافظة على التوازن المالي للصندوق، ألا وهي تغطية الأداءات المؤمنة للشمعيين وزوي حقوقهم بصفة إجمالية، والحفاظ على المكتسبات العمال، ألا هي تحصيل هذه الاشتراكات عند بلوغ سن التقاعد. هذا المستهدفين أنهم باش يوفوا بالتزاماتهم تجاه الضمان الاجتماعي من أجل المحافظة على المكتسبات الفردية للعمال. الحملة التحسيسية هذه استهدفت المؤسسات العمومية والخاصة المتواجدة على تراب الولاية والمنتسبة لدى وكالة عين صالح للضمان الاجتماعي، والتي لاقت استحسان المشرفين عليها وكذا المستهدفين. في وقت مضى لم تكن هناك الرقمنة ولا البوابة الإلكترونية، يعني قادر العون المكلف بالتصريح أو الدفع للشركات من مكتبه يقوم بعملية بسيطة والضغط على زر والدخول إلى البوابة بالرقم المؤمن. هذا وتبقى هذه الحملة التحسيسية متواصلة إلى غاية تحقيق الهدف في ظل التسهيلات الإجرائية لجميع الخدمات التي يقدمها قطاع الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمنين اجتماعيا، في مقدمة ذلك خدمات الرقمنة.